أفلام الكرتون شيخ ما دمنا في الرسم. هذه يبحث فيها أيضا من جهتين، جهة الهدف وجهة الانضباط والضوابط الشرعية. فأولا لا بد من تحقيق هدف، فإذا كانت لأمور تافهة شرعا أو مخالفة. نحن سلمنا بأن الفن يعني يكون للمتعة وللأنس. نعم، فهي كذلك مثل ما نقوله في الشعر والأدب، فمن الشعر ما يكون عبادة لله كما كان ثناء على الله ومدح لدينه ومدح لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون مباحا فقط. نعم. ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح. نعم. هذا المباح، فكذلك هذا الفن. فمثلا الأفلام إذا قصد بها تعليم وإرشاد وإظهار قيم وتربية يجوز عليها، وكانت الصور المنتجة ليست كاملة، هذا من الضوابط دخلناه في الضوابط بعد الهدف، كانت ليست كاملة بهيئتها ليست كاملة بهيئتها لا يتصور فيها فيلم الكرتون عمليا فيما هو حاصل الآن. ما يمكن أن يتصور من الصدر فقط، يتصور أنه يكون يمكن يرسم، لكن ما هو حاصل غير هذا. بل يعني إذا أنت أنتجت أفلام كرتون، هذا لا يتصور، قل الموجود. إذا أنتجت أفلام كرتون بين الموجود والممكن، إذا أنتجت أفلام كرتون من هذا النوع لن يشاهدها أحد، بمعنى أن ما تريده من توصيل الرسالة وأن تصل إلى الأطفال هذا هو ليس الداعي لمشاهدتها وتمام الصور التي فيها، بل الداعي إلى مشاهدتها أمور كثيرة، منها الدراما ومنها تأثير المشاهد. صحيح، لكن أكثرها الجانب البصري شيخنا، فيها أمور كثيرة. يعني لما لا تقاس هذه أفلام الكرتون قياسا على لعب الأطفال؟ فإذا كانت التماثيل وهي التماثيل رخص فيها للأطفال ليلعبوا، لا نرخص فيما كان كاملا منها، إنما رخص في الدمى التي لها أجنحة والخيل لكن ممسوحة الوجوه. الأجنحة والخيل هذه في النسيج، في منسوج، ليس فيما هو مجسم. ولكن لعب عائشة رضي الله عنها نفس الشيء، ممسوحة الوجوه، ما نص فيها على لا ممسوحة الوجوه، إنما كانوا يفعلونها بالقماش فتكون البنات ممسوحة الوجوه، ليس لها عين ولا أنف ولا فم. كلامكم في الزينة لما قلتم أن لكل زمان زينته، خرجتم زينته المكياج على الكحل، فلكل زمان ألعابه أيضا. يعني الأطفال الآن لا، لكن الألعاب ما يخالف نصا أو ما ورد فيه نهي لا يقتحم أبدا. صحيح، لكن الذي يرى الظاهر أنه ليس هناك نهي، بل هناك رخصة للعب الأطفال. ذكرنا أن النص جاء في النهي عن الصورة كاملة الأعضاء التي هي مجسدة لها ظل، فما كان كذلك فقد صادم النص. طيب عموم البلوى ما يؤثر في هذا؟ لا العكس، بالعموم الأمر إذا ضاق التسع شيخ، إذا ضاق معناه أصبحنا مضطرين له ولا نضطر له. والله أظنه الآن في حكم الاضطرار بالنسبة للأطفال الآن. أظن ذلك، يعني الآن الأطفال الذين يعيشون هذه القنوات ويشاهدون هذه الأفلام وأفلام ديزني. لا، لكن هي أول شيء لا بد أن تفهم أن فرقا بين إنتاج الفيلم وتصويره. تصويره من باب التصوير الفوتوغرافي ولا حرج فيه مطلقا، نسخه طيب، لكن أصل الإنتاج لكن أصل الإنتاج هو محل هو المشكلة في الإنتاج، فهذا ضيق، قد لا يستفتي صاحبه أصلا ويكون الذي يستفتيه هو من يصوره ويقتني الصورة أو يقتني الديسك الذي عليه صور. لا، شركات الإنتاج تستفتي شيخنا التي تنتج الآن أفلاما يعني إيجابية، لم نبتلى باستفتائها بل تستفتيون غيرنا. والتشديد عليها أثاره يعني أخشى أن تكون سلبية على لكن المهم أن تصوير ذلك لا حرج فيه. النسخ نعم، والمشاهدة كذلك لا حرج فيه. طيب عدم مطابقة رسومات الكرتون في أحيان كثيرة للحقيقة، بمعنى ترسم كائنات لا وجود لها، هذا لا ينقلها ولكنها بل لها أيدي وأرجل لها طبيعة الحي. نعم، لكن مثلا على شكل مثل ما يتصوره الناس عن الجن أو يتصورونه مثلا عن... إيه نعم مثلا هذا أيضا يلحق منع. إيه نعم. ولا هذا مؤثر في الجواز؟ لا ليس مؤثرا.